مباراة مانشستر سيتي تشيلسي وين شوط اول هدف لصفر، يعني شاهدنا كيفاش وين ستيرلينغ، يعني وين النقطه السوداء وهو ستيرلينغ، يعني شاهدنا كيفاش وين غوارديولا يتحمل مسؤوليه ادخال ستيرلينغ، رحيم ستيرلينغ في النهائي، يعني شاهدنا باللي بدون ستيرلينغ وين كانت شاهدنا كيفاش ضيع فرصه، كانت فرصه سامحه للتهديف، يعني امام نقولوا باللي انا نقول باللي نحمل غوارديولا المسؤوليه بادخال هذا ستيرلينغ وين نهايه الشوط الاول وين انتهى بتاخر السيتي بهدف لصفر امام تشيلسي، ويلزم وين غوارديولا ان يخرج ستيرلينغ مباشره ما بين الشوطين ويدخل فيرناردينيو باش تتسقم ليكيب فيها خير ان شاء الله. نقولوا باللي في الشوط الثاني يعني السيطره، يعني شاهدنا كيف السيطره كبيره من جانب نقولوا باللي من جانب مانشستر سيتي، يعني السيطره اللي راهي رانا نشوف بلي كاينه سيطره، وين شاهدنا كيفاش وين ستيرلينغ ويضيع هجمه نفس الهدف تشيلسي وجه لوجه، يعني لازم يخرجها نورمالمون يخرج هذا، ماشي لعاب ما يتناسبش مع الخطه اللي يلعب بها اليوم، ماشي تاع النهائي هذا. وان شاء الله مباشره مانشستر سيتي ضد تشيلسي، يعني الفرص مرعبة في أول نقولوا بلي في ربع الساعة الأولى، يعني فرص كانت ضائعة، شاهدنا كيفاش الهدف اللي تسجل يعني بطريقة يعني ما حقوش يسجلها عليه، شاهدنا كيفاش لم شاهدنا وين بعد شاهدنا الشوط وين لم تنتهز شي في نهائي أبطال أوروبا المقام حاليا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. يعني والله لا نورمالمون على بالك تبقى تشوف تقول بلي ستيرلينغ نورمالمون ما يدخلش، نورمالمون فوندان هو اللي يدخل، هو يكون يدي بلاصته، هذه هي نورمالمون فوندان هو اللي يدي بلاصته، نورمالمون ستيرلينغ يخرج ديريكت ويبدل الخطه، يدخل يرد فوندان منا يعني ويدخل ما تقارعش كاع. المقامة حاليا بين مانشستر سيتي وملعب دراغو، ولكن اول ربع ساعه شهدت ثلاث فرص حقيقيه للتهديف في ناس وستيرلينغ يفشلان في هز شباك بنهائي الأبطال، يعني وين ضيعوا زوج فرص كانت سامحة في الدقيقة الثامنة، انفرد رحيم ستيرلينغ بالمرمى على الجهة اليسرى منطقة الجزاء بعد هفوة دفاعية من لاعب فريق تشيلسي، ولكن تدخل معه الحارس إدواردو بشكل رائع وبعد الكرة إلى الركنية من جهة اليسار، وبعدها بدقيقتين واحدة فافريز الكرة العرضية من جهة اليسرى قبلها تيمو يعني بتسديدة غريبة للغاية مرت دون خطورة على المرمى الفريق مانشستر سيتي، وشهد دقيقة 14 فرصة أخرى لتشيلسي بعد تسديد من تيمو فيناز لاعب فريق تشيلسي من داخل منطقة الجزاء، ولكنه ضيعها لغاية إمساك بها إنديرسون من منتصف المرمى. يعني نقولوا بلي نورمالمون كيفاش هي الغلطة اللي راه دايرها، نقولوا بلي غلطة يعني الغلطة اللي راه دايرها ستيرلينغ كي راه يلعب، الغلطة الوحيدة اللي راه دايرها ستيرلينغ كي راه يلعب وصحيح هذا من نقولوا بلي نورمالمون ما يدخلش يلعب وصحيح، نورمالمون هذه البارتية كبيرة عليه، أنا نشوفه بلي كبيرة عليه، شوف يبحروها لك. أنا نقولها ونعاود، الخطأ هو إقحام ستيرلينغ في مكان فوندان وتحويل فوندان إلى وسط الميدان، هي أكبر شوف أكبر غلطة راه دايرها غوارديولا الله يجعل يفيق بها، يضيع هجمة نفس الهدف تاع تشيلسي وجه لوجه، ضيع هذيك نورمالمون ما تضيعش هذيك. أنا نقول بلي غوارديولا يتحمل نقول بلي يتحمل هو اللي يتحمل المسؤولية تاع الهدف سورتو الهدف تاع اللي سجل الهدف نقول بلي سمحوا لي والله لا باحرت لي كاع والله نورمالمون على بالك الشوط الثاني مباشرة خروج ستيرلينغ شو كيفاش بارتي كيما دي تضيع. أنا كيما يقول لك نقارعوا نشوفوا الشوط الثاني فيه خير إن شاء الله، الشوط الثاني فيه خير، والمفتاح راه عند رياض محرز، المفتاح السحري راه عند رياض محرز، أنا هذه اللي نشوف فيها، إن شاء الله يا ربي، وشاهدنا كيفاش مام نقولوا باللي
نسبه استحواذ وكلش مانشستر سيتي، لكن بصح نقولوا بلي سيطره كبيره 66% نسبه استحواذ، 34% بالنسبه لتشيلسي، 79 تمريره بالنسبه لتشيلسي، 140 تمريره المانشستر سيتي. يعني نقولوا بلي تشوف كيفاش عدد اللمسات 169 تمريره عدد اللمسات المانشستر سيتي، 109 تمريرات تشيلسي. يعني نقولوا بلي التشكيله وين مور وين غوارديولا اللي دخل بخطه 4-3-3، يعني الخطه اللي يرتاح لها الكثير اللاعبين. شفنا كيفاش وين توماس توخيل المدرب تاع تشيلسي اللي دخل بخطه تكتيكيه، يعني المباراه تكتيكيه ما بين مدربين، يعني والمستطيل الاخضر يكون بين النجوم من 3-4-2-1. يعني هذه المباراه وين نقولوا باللي ركنيه عدد الركنيات واحده، شفنا كيفاش التسلل واحد، شفنا كيفاش خمس اخطاء، شفنا كيفاش التمريرات العرضيه 4 تشيلسي 1 مانشستر. نقولوا باللي التسديدات التي صدي وين صدها الحراس يعني 1-1. صناعة أهداف، أهداف مازال حنا نقارعوا كما يقول لك رياض محرز 25 دقيقة، يعني وين مازال وين نقولوا باللي مازال اللعب، مازالت المباراة، يعني نقولوا باللي مازال اللعب، مازالت المباراة اللي نشاهدوا باللي مباراة صعبة، مباراة ليس يعني نقولوا باللي وين غادي تكون مباراة وين نشوفوا فيها باللي مباراة اللي غادي تلعب على نقاط صغيرة فقط، يعني نقاط صغيرة وإن شاء الله كيفاش وين نقولوا باللي السيطرة شوف كيفاش وين رياض محرز كيفاش صعيبة 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 أي روح رياض صعيبة والغارديا تاع تشيلسي تاع مانشستر شاقلعوها ود عمي شاقلع. شوف مالغري واحد شوف شوف مالغري علاش نقولوا باللي تضيع فرص، كي نقول تضيع فرص تشوف تضيع فرص من جانب تشيلسي وين ضيعوا على الاقل ثلاث فرص حقيقيه وين نقولوا باللي يلعبوا لي كونتر اتاك، يلعبوا لي كونتر اتاك ود عمي صعيب غارديا شاقلع اللهطي صعيبة 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 ما يستاهل روح عاود عمي تقول غير محرز بركا يلعب في هذه البارتيه، قاراهم يشوفوا في محرز، قاراهم يشوفوا فيه تقول غير محرز بركا يلعب. والله بزاف شوف تشيلسي وين راهم على بالك راهم يردوا البول الرول ينشعوا بعد يقلعوا يلعبوك بكتله واحده صعيبه باش تقلع لهم البوله صعيبه والله لا صعيبه باش تبقى تشوف فيها صعيبه باش تقلع من البوله. عاودوا قلبهم عاودوا ولاو تشيلسي اللي عاودت ولات هي هذي تاعكم هي ان شاء الله بربي ود عمي على ضيعت هذي عليه اوه فهمت يا خويا اش ضيعتوها فهمت يا داود
وشو تجي حول كل 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 مالك فون دين هادي كاع ما تضيعش يا ولدي هادي كاع ما تضيعش هادي كيما جاتك وضربتها وكاع ما قراتش يا صاحبي وما قراتش يا صاحبي وما قراتش.